جلسة فاضية. نكمل ان شاء الله الجرامر ونبدا في الفوكاب. احنا كده لو بدانا بالفوكاب النهارده يبقى معناها تاني ايه؟ تسميع صح؟ فخلي بقى الشيك بتاع التسميع ده احنا كلها الحصه الجايه. يعني النهارده ناخد الجزء الاول مع الكلمات ماشي؟ من صفحه كام عندنا؟ 24. طيب طبعا احنا خدنا بيرز زوجين من الازمان كلهم باص باص سنجلز باص ماضيات تمام؟ اكيد الاسئله كلها هتبقى في دماغ حضرتك ماشي؟ بس ناخد بالنا ان احنا نستوعب الجمله عشان الافكار اللي تيجي في الامتحان تبقى قريبه منها. هنا بقول ذا نيوز بيبر افري داي ناو اي ريد ات اون لاين. حط دايره تحت او خط تحت الجمله الثانيه. ناو اي ريد ات اون لاين. الان انا بقراها ايه؟ اون لاين. اي هاف ريد اي هاد ريد اي واز اول اي يوز تو ريد. كنت متعود على حاجه اللي احنا كنا بنسميها في اللغه. احنا دلوقتي اخذنا كلمه يوز تو ريد صح؟ اللي احنا كنا بنسميها باست هابت. يعني ايه باست هابت؟ عاده في الماضي. العاده في الماضي زي ما قلت الفصل اللي فاتت بعبر عنها بكام طريقه؟ ثلاثه. تفرق معايا ثلاثه؟ اعبر عنها بباست سمبل يعني ايه؟ باست بسيط. واعبر عنها بيوز تو يوز تو وعبر عنها ب وود بلس انفينيتي. فاهم فين؟ عندي بقى ثلاث طرق كده للتعبير عن العادات. تقول انا يوز تو ريد او ريد او وود ريد تمشي هنا. طبعا ناو اي ريد ات اون لاين الجمله الثانيه دي بريزنت سيمبل. وده راح يبقى يس شي ذا برايز بيكوز شي هاد ريدن ذا بيست كومبيتيشن. 1 من ايه؟ طيب حط دايرة أو خط تحت كلمة هادريت. هي فازت بالجايزة لأنها كتبت أفضل موضوع مش كده؟ الكتابة الأول ولا الفوز؟ الكتابة. احنا عاوزين نبدأ كده. احنا متأخرين 10 دقايق في الحس. ما أجي أشتغل بقى يبقى في حماس في الحس بس ترد. ده كان واجب مش شرط. يبقى هي الأول هادريتن فيرست الأول وبعدين إيه؟ شي وان ذا فيرست إيه أو ذا برايز يعني. He was washing the car and to the listening. Listening. And the listening. حط خط تحت كلمة was washing. احنا عندنا في الجملة دي was washing. ده زمان ايه بقى؟ اللي هو كان بيغسل العربية وبيستمع الراديو. ذا سيم تايم يعني ايه؟ بيقول لما اجي اربط الجملة دي انا اربطها بايه دلوقتي؟ الآن. المفروض اقول الآن he was listening. الطبيعة مش كده. يعني دلوقتي أنا ربطت إيه دلوقتي؟ الآن آخد فاعل نركز يا إخوانا في الحصة وآخد واز وآخد فاعل مضاف له لأن ده ماضي مستمر واللي تحت ماضي إيه؟ مستمر. قول لما يجي نربط بإيه؟ ممكن أشيل الفاعل إن كان مشترك وأشيل واز أشيل الجزء الأول من الفاعل. ده بينطبق على جميع الأفعال أو الأزمنة. يعني ممكن أشيل واز أو إيه؟ أو أشيل هاف أو إيه؟ أو هاز او هاد او اشيل ام او اس او ايه او ار وابقي على النص الثاني من الفعل اللي هو كلمه ليسنينج. يبقى نقول في الاجابه كده هي واز واشنج ذا كار كان بيغسل ايه؟ السياره ان ليسنينج. قال لي ايه؟ ليسنينج. مش شرط كل مره نعمل في الاخر كده. يبقى الجمله دي زمن ماضي ايه؟ مستمر. It was a terrible night yesterday. واز يعني كانت ليله ماساويه يعني. ذا دوج اند اي تو سليب. يبقى ناخد ايه بقى؟ بي 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 واز باركينج واز كراينج نمبر بي. يعني الكلب كده كان ايه؟ بينبح طول الليل وانا كنت بحاول ايه؟ انام. يقصد بقى كده اللي ما عرفش ينام. طيب بنسمي دي اللي هكتبه دلوقتي ده بوكاب بقى. يعني امبارح دي كانت لاك سليب؟ لا نوم كافي؟ لا الكلب بينبح كده وبيحاول ينام. بيحاول ينام ده معناه انه ايه؟ ما نامش. بسميها لاك اوف سليب يعني نقص ايه؟ نوم. واخدين بقى في اولى ثانوي الكلمه دي انزوميا يعني بقى ارق. ده بقى يجي لنا في اسئله في
ترجمة مقاطعة فهم بسؤال اختياري بيجيب كده بره المنهج زي دي كده انزوميا يعني ايه؟ القرف يس اللي هو الايه؟ القرف يعني difficult sleeping صعوبة في ايه؟ يبقى ناخد was barking was crying يبقى انا was a student لما كنت طالب ده فين بقى؟ الماضي اي اب وود جيت وود جيت طبعا ده فين؟ الماضي مين لسه ما جابش الكتاب هنا؟ في حد ما مش معاه الكتاب هنا شباب؟ حد مش معاه الكتاب هنا؟ طب الجزء ده مين اللي ما جابش الكتاب لسه؟ ما جابش معاه الكتاب ليه؟ طب احنا النهارده متأثر انا خلاص على غير تصوري منه شويه اشتري منه الواحده الاولى صوريهم مثلا طيب احنا عندنا وود جيت طب انا عاوز بقى طريقتين تانيين يوز تو جيت او جاد وماضي من ايه؟ من جيت ماشي واي didn't you go to the factory ده برضه اهو اي نو تايم هاد ما كانش عندي ايه؟ وقت الجمله اللي عندكم دي منفيه ولا مثبته؟ منفيه يلا معايا كده اي هاد نو تايم انت ما رحتش المصنع ليه مش كده؟ لان ما كانش عندي ايه؟ وقت الجمله دي منفيه بايه؟ بنو احنا قلنا قبل كده لما جت في ايه؟ نو وده الفعل ده اثبات هي من دلوقتي الفعل ده فين؟ من الماضي الماضي طب انا حابب انفع بالنفي عادي اي يدن هاف ممكن اقول تايم بس او اني تايم او اني تايم يبقى بتلاحظ كده النفي هنا نفيتها نفي بقى اني لما جت في ايه؟ بنو فعلها مثبت اي زمن بقى؟ لما جت بايه؟ بإني بإني فعلها مثبت ولا منفي؟ منفي ما هي هات بقت ايه دلوقتي؟ ديرنت لما يكون عندي هات في الماضي انت كنت مظبوط ولا ديرنت؟ يبقى ديرنت الفعل فين؟ المصدر ما كانش عندي وقت اي هاد نو تايم او ديرنت هات في الماضي يعني ديرنت يصير ميننج نفس ايه؟ المعنى طيب شي ليت فور ميتينجز نو وندر يعني لا عجب تكتب فوق كده لا عجب ان She was never promoted. دايما هي بتيجي متاخره ولا عجب انها لم ايه؟ ترقى. يبقى ناخد بقى يبقى was always coming. was always ايه؟ يبقى she was always coming late for meetings. كان دايما بتيجي ايه؟ متاخره. ماشي؟ while قاعده while بقى while I at home. طب لما اشوف كلمه while بقى نفتكر كده المايند ماب. نص بعض الايه يا جماعه في ايه نص بعض الايه دلوقتي مش المفروض مركزه دلوقتي في الجمله دي وانا بعلق عليها مش ده المفروض الطبيعي اللي بيحصل يعني نص بعض دي بقى نعم شاهد اللي بتتكلم اللي بلا شاهد او طيب خلاص نحقق بقى ونشتغل بقى نجيب شوكولاته ونجيب ايه لمبوني بقى عشان المهمه كانت سنه ليه بأكبر من كده شرحنا؟ يعني الشرح تحدد ما ينفعش نشتغل في الدقيقين بار بس. لو سمعت أي واحدة تتكلم ماشي الصف كله. كويس كده؟ اللي جنبها حد يتكلم سيبها تقوم. طيب رقم 29 بدأ بإيه؟ طب وايل الشكل الرئيسي بيجي بعدها إيه؟ ماضي مستمر. هل ممكن يجي ماضي بسيط؟ لو هي مين فيرب فعل اساسي لو هي فعل ايه اساسي الجمله دي ناخد ايه بقى واز ولا واز دي واز مين فيرب فعل ايه اساسي دي كلها برضه يعني افكار الاحلام as my mother was exhausted كانت متعبه exhausted يعني مرهقه ماشي يعني very very tired she fell asleep while watching ده فعل ايه امتى اخد while ما ان جي دلوقتي الخلطه الذهنيه بتاعت وايل في دماغي كام شكل؟ ثلاثه. الشكل التراديشنال التقليدي وايل ماضي مستمر ماضي بسيط او ماضي مستمر. خلينا ماضي مستمر يبقى وايل ماضي مستمر. اثنين وايل ماضي بسيط ماضي بسيط. خلينا مين فيرب يعني ايه؟ طيب وايل والفعل اللي بتطلعه اي جي بس الفعل يكون مشترك. يبقى كام شكل وقت؟ ثلاثه. وايل ماضي مستمر اثنين وايل ماضي بسيط لو وصل اولها من ايه؟ فيرب او وايل بنضاف لها ايه؟ اي ام جي بس الفاعل يكون مشترك زي كده هي اللي جت مرهقه وهي اللي نمت فجاه
اللي هي الام يعني. يورينج يعني اثناء، واللي بيجوا وراها اسم او عباره اسميه، اسم او عباره اسميه. بس ما ينفعش وراها فعل مضاف ان جي لو ينفع يجمع واي، يعني لو جمله واي صح يبقى ديورينج غلط. قلنا الحصه اللي فاتت ناخد ايه بقى؟ ماي وول صح؟ حط بقى ده على الترتيب. لو واحد مثلا قال لي ايه؟ ده مين اللي ما ينفعش؟ ووكينج. لان ووكينج دي مش معايا، لان فيرب ووك يمشي. لو كتبت على السطوره كده ووك، بقول لكم طلعوا لي منها البارت اوف سبيتش نوع، اقول ناون وفيرب، هي دي المشكله. تنفع المشي او يمشي، زي ستاي يقيم او يقام، زي فيزيت يزور او زياره. وصلت؟ الحته دي بقى ما ينفعش اخد اي ان جي مع ديورين. يبقى ناخد ايه بقى؟ واي. ناخد ايه؟ واي. يبقى وايل ما ماي ووك. يعني انا بقف كده هنا. انت معاك الساعه كام هنا؟ 12 ل 10، هي بعد 10 دقائق. لو الدرس بتاعك ده هتيجي على طول كده مش هتقدر تستنى غير الانجليزي. انا اللي بقول، انا اللي بقول لك هتعمل ايه؟ لو هتجي لي 12 ونص على طول مش هدخلك، انا هقفل الموضوع الساعه 12. 12 ل 10 ميعادنا، قبل ما اجي انا المجموعه كلها تكون كامله. هتعمل درس الدوره تيجي متاخر على طول مش هينفع. الحصه الجايه دي شوف المدرس ايه. حاضر. ميعاد 12 ل 10 انت عارف الميعاد قبل ما تيجي هنا بثانيه ثانيه. يبقى ديورنج ناخد ايه بقى؟ ماي هوك. يبقى هوك الجايه هنا صح ولا غلط؟ غلط. لان هتمشي معايا. هتمشي مع واي. طيب. How many people to the meetings yesterday? Game. حط ده بقى على رقم 32. المفروض الجملة دي في الماضي صح؟ يعني أقول how many people. لو إحنا بنبص للجملة إنها ماضي بسيط، الطبيعي أقول did أو أقول was أو أقول where، مش ده ماضي؟ أو أقول had، أي ماضي يعني. ماشي بقى. إمتى بقى؟ بعد. مش دي آلة استفهام؟ اه. هاو ميني بيبول؟ امتى بعد آلة الاستفهام دي ما اخدش فعل مساعد؟ افهموا الحته دي بقى. امتى بعد آلة الاستفهام ما اخدش ايه؟ فعل مساعد. لو كان آلة الاستفهام دي بتتكلم عن فاعل. يعني ايه دلوقتي؟ فاعل. مش الناس دي هم اللي جم؟ يبقى فعل ولا مفعول؟ فعل. يس. طيب. هاو ميني بيبول؟ ناخد ايه بقى؟ كين. طيب ناخد جمله ثانيه نشوف فهمتوها ولا لا. هو نقط ذا بارتي. يعني ايه بارتي؟ حفله. عاوز اقول من حضر الحفله، عاوز بربق التاني. خليني مثلا اوضحها شويه لكم هنا واقول يستر داي، يعني لاست نايت مثلا، الليله اللي هي الماضيه، مش ده ماضي؟ اه. ده ماضي اهو قدامي لاست ايه؟ نايت. طيب التين دي يعني ايه؟ مش الناس دي اللي هم الفاعل؟ اه. يبقى اذا كانت كلمه ايه؟ استفهام. تسال عن ايه؟ فاعل. مفيش فعل مساعد. مفيش ايه؟ هو اتندد ذا بارت. ماشي؟ غير بقى لما اقول، تعالى ناخدها بشكل تاني كده. هو ديد يو ميت ات ذا بارت. انا خدت هنا ايه دلوقتي؟ ديد. من قابلت في الحفل؟ يبقى اللي انا قابلته دلوقتي مفعول. مين اللي قابل؟ انا فاعل. واللي انا قابلته ده ايه بقى؟ مفعول. فاكر دي بقى؟ ديد وفاعل. مش ده الفاعل؟ مش ممكن نكون سؤال كده في الاعدادي؟ ابدا باداه ايه؟ السؤال صح؟ وابدا الفعل ايه؟ مساع. وده اسمه قلنا فاعل مش مفعول. وبعدين انت الفعل فين؟ في المصدر. انت قابلت مين؟ اي ميت علي. يبقى انا اللي قابلت علي. يبقى انا دلوقتي وعلي مفعول. امال لما اقول كده من حضر الحفل خدت ايه الوقت هنا؟ اتمدد. لو نرجع تاني للجمله كده بنقول ايه بقى؟ هاو ميني بيبول. على فكره دي في امتحانات. لو انا خدت بالشبه مع كلمه يسترداي اخد ايه يا اخوانا؟ ديد. تبقى غلط. تبقى غلط. يبقى هو هاو ميني بيبول كيم تو ذا ميتنجز. لو انتوا عاوزين تتاكدوا من الاجابه نعمل ايه بقى؟ نأجل السؤال كم عدد الناس اللي حضرت الاجتماع؟ عاوز اقول مثلا 10 اشخاص يبقى 10 بيبول كيم. يبقى دول فاعل. هم ايه بقى؟ فاعل. يبقى عند السؤال كانت ايه بقى؟ استفهام عن فاعل. نحذف ايه بقى؟ الفاعل. ماشي؟ هاو ميني بيبول كيم؟ واي ات ا هاي تمبريتشر ذا فود جوت بيرنينج. مهمه جدا. اثناء ما كان يطهي ولا يطهى؟ النص الثاني ده بادئ بالفعل ولا مفعول؟ في الاول.
دخلنا 3 ايام من مصر للجامعه، فانا ما كنتش اشتغل والواحد يعني حاله كده حاجه واقفه. في 3 ايام يعني في اسئله حل وذاكرت الماضي بس ما مستواي بتاع الاعدادي، واشتغلت واجي بقى مع المدرس انا او غيري بقى اشتغلت في مصر. لما قلت حاجه وطلت كده عامل ملاحظات عليها، ما ينفعش نقعد بقى نحتال على الطالب نشتغل، مش هستحمل الكلام ده. عندنا 3 ايام بنراجع اللي اتقال ونحضر الجديد وتسميع. هي مش مدرسة السنة دي، احنا عندنا الدروس بس، مفيش معلومة الا في الدروس بس، الانجليزي وغيره. فود يعني ايه؟ وعندك فيرب كوك، كوك يعني ايه؟ هل الطعام يقدر امي تفلم؟ لا. يبقى الطعام ده مجهول. يبقى انا عاوز اشتغل على الجملة دي بقى معلومة ولا مجهول؟ مجهول. يبقى اثناء ما كان يطهر ولا يطهر؟ يطهر. انا عاوز واو اي ان جي مع المعلوم. طب اي تركيبة فيها اي ان جي؟ انا عندي دلوقتي التركيبه فيها ايه؟ اي ام جي، دي معلوم. عاوز التركيبه دي اخليها مجهول. اعمل ايه بقى؟ سهله جدا. هتبقى بينج ماشي؟ واخد التصريف التالت ايه بقى؟ الفعل. يعني اخد الفعل ده اشيل منه الايه؟ اي ام جي، واخد منه التصريف ايه؟ كوكينج. هتبقى كوك وقدامها بينج، مش انا هنا يا اولاد، كانت المفروض كوكينج. ماشي؟ لو الام اللي بتطي يبقى وايل كوك مثلا. طب الطعام؟ اخد كوك اشيل منها ايه دلوقتي؟ الاي ان جي، اجيب منها تصريف الثالث هتبقى كوك، واقول قدامها ايه بقى؟ بي. لان القاعده بتقول اي فعل بتضاف له ايه؟ اي ان جي مجهوله بي، مجهوله ايه؟ بي. كل ده افكار امتحانات، ويبقى والافكار هتبقى اقل من دي اللي شفت الامتحان السنه اللي فاتت. طيب يبقى هاو ميني بيبل ووايل خلاص، وانتم بتفولو سنتنس جرامات الكوريه. الجمله بس هي ايه؟ جرامر هي صح والباقي غلط. بطلع الصح واشوف الغلط. ايه الصح؟ سي وين اي واز يونج اي ديد ماي ورك افري داي. تمام. ويتش اوف ذا فولوينج دازنت يوز ذا باست كونتينوس تنس. اي جمله من الاربعه لا تستخدم ايه؟ ناخد ايه قلنا؟ سي سي. يبقى ذا فيلم ها؟ واز ايه؟ انترستنج. واز ايه؟ انترستنج. سو وي ويتد تيل ذا اند. قول لي انهي جملة لا تستخدم ذا قلنا؟ الجملة واز انترستنج. الجملة واز انترستنج. لا لا دي هتستخدم الاساس. الخدعة. بالصفة. بالصفة. انت عشان شايف. الفيلم كان ايه؟ شايف. مش فعل مضاف له؟ اي ان جي. مش فعل انترست مضاف له؟ اي ان جي. مثلا واز ليسننج، واز سليبنج، واز لوكينج. لا ده واز وصفر. يبقى ده بخ. يعني لما يجي في الامتحان يقول واز انترستنج، هل ده باست كونتينوس؟ لا. ماضي مستمر؟ لا، ده يعتبر ادجكتيف، يعني ده صفر. طيب هاو لونج اجو، يعني هاو لونج اجو؟ يعني زي ماتا. مش اجو ده ماضي بسيط؟ ناخد ايه بقى؟ ديد يور فاذر كيم باك فروم لندن. يبقى ناخد ايه بقى؟ ديد. من امتى والدك جه منين؟ من لندن. هاو لونج اجو، يبقى لما اخد كلمه اجو لازم اخد ايه بقى؟ ديد، ماضي بسيط. وايل فور ذا سكول باس اي ميت وان اوف ذا اولد فريندز. هل وايل هنا يجوز اضافه اي ان جي؟ ليه؟ انا اللي منتظر. وانا ناخد وايل ايه؟ وايل ايه؟ My uncle had a taxi driver for 10 years، بقاله 10 سنين. Now he is a worker in a big cross factory. قبل ما نتكلم الجملة دي فيها وان شوب، وظيفة واحدة ولا تو جوبز؟ كم وظيفة؟ ينفع الواحد يشتغل وظيفتين في نفس الوقت؟ لا. صعب قوي في نفس الوقت أو في الساعة يعني، ماشي؟ الوظيفة دي انضباط فين؟ يبقى لو واحد ضايف مات أو ريتاير تقاعد أو تشينج جوبز غير الوظائف أو تشينج بيس ليفنج غير مكان المعيش. كل ده يبقى الجزء اللي فات يبقى مرة بسيطة. لا يمت بصلة للحاضر، بعيد عن الحاضر، مقطوع الصلة بالحاضر. ناخد ايه بقى؟ وركينج. ناخد ايه بقى؟ من ايه؟ يس. او يوست ورك ماشي؟ او طبعا وود ورك مستبعدة عشان الورك ده شغل لوقت ايه؟ طويل. تمام؟ شي دينر وين ويترن ات هوم. كانت ولا ما كانتش؟ المهم يعني ناخد ايه بقى؟ دي واظن دي واظن دي ايه؟ طبعا الماضي مستمر واظ اوله اللي اتكلم قبله ايه؟ لما كان فيها دي واظن ويرين ماشي؟ اي دينر وين عادل ارايف سو اي ورمالي اسك هيم تو شير ذا ميل. حط ده رقم 40. دينر يعني؟ احنا كنا بنتناول عشاء.
لذلك انا طلبت او طلبت من ايه؟ منه ان يشاركني الوجبه. طالما طلبت منه يشارك الوجبه احنا انتهينا من الاكل ولا لما جيت كنا بناكل؟ احنا بناكل دلوقتي بناخد بقى وصف غني اللي هي وصف ايه يعني؟ في اسئله كتير الاول طبعا بس او الثاني unfortunately the researcher بتقول عن الباحثون researcher باحثون هم الريسيرش بحث او ابحاث الاي ار بيدينا انذر ناون يعني ايه اسم ار unfortunately the researchers فيل فشلوا to provide the information of them demand يعني مطلوبه يعني ايه demand مطلوبه اصلا كده which is demand التي هي ايه مطلوبه عشان كده الرابط مش هنبدا بتقول خط النهار الثاني ابي رايس اتفق علاوه الاكل مهمه جدا في الترجمه ابي رايس يعني ايه علاوه الاكل ابي رايس هاز بين باي ذا بانكس هيد اوفيسر فور كول ها اناونس ولا يس يبقى يعني اناونس يعني يعلن لما اعلن في بنك او في مؤسسه عن جلب الاكل ده اعلان عن شيء ولا نبأ؟ نبأ ده الفرق بين الادفرتايز وايه؟ واناونس الادفرتايز يعني عن جوب يعني بروفايدز يعني سم ون ميسنج واحد مفقود سم ون وونتد يعني مفقود عليه امال اناونس بتساوي ديكلير بمعنى يعلن عن ايه؟ نبأ زي ده كده علاوه فين؟ في الاكل بي رايز بقول لك ابي رايز يعني علاوه فين؟ في الاكل ذا جايد اسكت ذا باس درايفر تو تيك ذا شورت كيست طلب منه واحد اقصر طريق ناخد ايه بقى؟ روت نمبر سي قلنا ده الطريق المختصر روت نمبر سي ذا يونج مان واز اريستد قلت لك القبض عليه فور ثلاثة يعني ايه فاوليتي؟ ينتهي ينتهي هنا يعني يخالف المرور يبقى عندنا فايوليت مع كلمة ايه؟ ترافيك لما اجي اترجمها كده اقول ينتهي المرور صح؟ يعني خالف يعني ممكن اشيل كلمة فايوليت دي هنا يعني بحط بريك بريك رولز يعني يخالف ايه؟ القواعد او لوز يعني ايه؟ القوانين مش فيها مشكلة واحنا واخدين قبل كده تعبير اسمه لو اولى ثانوي بريكرز ايوه الخارجين عن القانون الخارجين عن القانون لو بريكرز وطبعا احنا بنشرح الحصه اللي قبل اللي فاتت خدنا هيومن رايتس فايوليشنز انتهاكات حقوق الانسان الحاجات المشهوره جدا بتيجي مع فايوليت طيب يبقى انا فايوليتنج قول في البدايه انا لاك بيكيم اكتر ويننج يعني في ماس بيرسون ويجوز جمعها بالـ ايه؟ بالـ اي بي اس. ذا ميديكال كومباني الشركة الطبية دي شركة الأدوية ريزيدنتس يعني مندوب يعني مندوبي شركات الأدوية. مالهم ذات ذير ناخد ايه بقى؟ كليم يعني ايه كليم؟ يزعم يزعم يعني كلام مش عارفين ترو أو أنترو. صح يس يزعم إن الدراج يعني ايه؟ هذا العقار اكتب جملة بالعربي كده هذا العقار يمنع تساقط الشعر مهم جدا في الترجمه دي prevents hair loss هذا العقار يمنع hair loss يعني hair loss تساقط الشعر طبعا بص نعمل ده ماشي there are a number of ways ولا you get a number of ways يعني عدد من الطرق in which the public can help the police to fight crime على بعضها fight crime يخفف الجريمه يخفف الجريمه fight crime يعني ايه؟ طيب fight crime دي في اللغه بقى فعل اقوى من fight هنا من ده اسمه combat او confront يكافح او يواجه ماشي؟ دي معناها يكافح او يواجه الجريمه يبقى عندنا اكتر من فعل ممكن اقول fight crime او نقول كومبات او نقول ايه؟ ها؟ كونفرونت يعني يكافح ايه بقى؟ الجريمه خلاص؟ طب على معجون الاسنان كده هتلاقوا التعبير ده دي كي فايتر فايت ولا فايتر؟ فايتر يلا مكافح ايوه للتسوس
ديكي اللي هو تحلل الاسنان تساوي ديكي فايتر ديكي ايه فايتر ماشي. طبعا ديكي يعني يتسوس يعني يتحلل يعني. ولما كنا بنتكلم مثلا في اولى ثانوي ثانيه على البترول بتتعامل ازاي, بتتعامل من ديكي ريمينز حاجات اللي هي بره منك دي مهمه جدا. البترول بتقعد ملايين السنين بيتعمل من ديكي ريمينز. تفكروا ان اللي بره الملعب ده مش مهم, لا ده مهم, دي معناها بقايا متحلله, بقايا متحلله يعني دول ملايين السنين كده بتتحول لبترول ديكي ها ريمينز خلاص. يبقى لما اقول يكافح الجريمه فايت كرايم كومبات كرايم كونفرونت كرايم ماشي ديكي فايتر ديكي ريمينز. دي بقى لما طبعا انا بقول الكلام ده ولا عارف ان 90% قدامي الكلام ده ما بتتحسش انا فاهم يعني. بس انا بقول الامانه يعني الحصه تذاكر يوم يوم خدنا اربع دروس خمسه يوم ونجيب ورق قديم ونكتب حاجه وبعدين نكتبها في وقت التسميه كلمات خارج المنهج مثلا. ده المفروض نعمله السنه دي عشان لما نجيب درجه تبقى درجه محترمه بدماغنا, يعني في درجات مش محترمه ممكن مش بدماغ الطالب. احنا فاهمين كل حاجه وعارفين قدامنا يعني زمانه من ايه ومستواه من ايه, ولكن الطالب يفهم انجليزي ما راح كليه بقى يعني يفتكر الجمهور دي يعني تعبت بس جاب نتيجه التعب جاب نتيجه. لازم نستوعب الانجليزي يا اخوان. في ناس ما بتذاكرش خالص رقم 8 ماي اوبينيون سيلينج سيجاريتس يقول لك بيع السجاير كده سكيت بي ميجا دي خليك ميجا يعني ايه؟ خلاص بيتساوي كده ان لوفل غير قانوني. ما هو غير قانوني لوفل قانوني ان لوفل غير قانوني ماشي طيب. اول ماي فاميلي رقم سبعه في نقطه الناس نسيت اقولها. بقول لك اول الجمله بقول لك there are a number of ways صح؟ حط جاي على الحته دي كده there are a number مش كده؟ لما الاقي number وبعدين the number اولى ثانوي الحته دي ايه بقى الجديد؟ او الحاجات اللي احنا ناخد بالنا ان كلمه انمبر فعلها جمع فعلها دلوقتي هم اللي هنا مفرد. مش انت عارف الجمله دي ذير ار ولا ذير از؟ هم اللي قلت ذا نمبر از. يبقى ناخد بالنا ان انمبر غير ذا نمبر فعلها جمع دي فعلها دلوقتي مفرد رقم مهم جدا. طيب رقم is all my family were deeply كانوا ايه بقى؟ طيب اللي باظت ديت ديت يعني ايه؟ الموت ده كنت ولا بنت؟ طيب كانوا ايه بقى؟ we need air very much اللي هي جنب الماضي يبقى شوك يعني ايه شوك؟ طبعا ده اللي يمشي حتى لو جت سربرايز يفضل شوك لان شوك بيبقى صدمه يبقى فيها باد نيوز يعني خبر سيء. ريكج اوف ذا بلين وكلمه ريكج حطام ريكج يعني ما تبقى من الحادث. ريكج حطام برضه جمله مهمه جدا في الترجمه. ريكج اوف ذا بلين حطام الطائره was seen 30 meters away from the crash سايت. ليه بقى؟ سي اكتب كده موقع الحادث او موقع التحطم كراش سايت. لو مش موجوده سايت ايه اللي يمشي انجليزي؟ سين صح كده؟ وممكن بليس يعني مكان. امال كلمه بوزيشن هناخدها النهارده؟ بوزيشن معناها اول حاجه مكان اجتماعي او موضع اجتماعي او مكان او موضع في اللعب وتنفع برضه طريقه الوقت بوزيشن ماشي يعني انت الشخص ده واقف او ايه؟ او قاعد. ايوه طبعا فيو سيناريو ده مناظر طبيعيه. سينس هيز تشايلد هود منذ الطفوله دكتور مصطفى هاز شون جريت ليدر شيب يعني منذ الطفوله كان بيورينا ايه؟ يعني ايه كواليتيز؟ سمات نمبر دي كواليتيز يعني سمات. لو عاوز كلمات بتساوي كلمه كواليتيز انا اكتب على السكوره كلمات بمعنى كواليتيز مين؟ كواليتيز فيتشرز كاركترستكس دي معناها بقى سمات او خصائص ماشي او صفات
شمال او ايه او خطا. انت كنت تعلم معلش انت حبيت تقول تعلم كل مره قدام ما عادش حد يقدر يختار مكان. كنا نبص كده لقلا مثلا في الحته دي غير ما انا بقول غير بس كده يعني انا بدري شويه نقعد قدام هنا مش هتشوفي بتقولي ايه قولي كلميني زعلك انت على طرف المعلق بتقولي ايه. طيب حاضر ماشي تعالي تعالي هنا تعالي جنب جنب كده انت وانت واقف جنب ندى هنا يا جه كندي خليها تعدي من جنب العمود جري هنا يا بنت تعالي من هنا حاضر تعالي كده راحتنا خالص مش مستعجل مش مستعجل خالص هنا قول لي انت مكان انت غير العتبه كده انا قلت لسنة فاتت احنا هنسهل مش نعدل كله كده يبقى انتحار ده انتحار اخوانا يعني زي بعض ثالث سنة والناس الكبار دي انا مش عارف اخد قرار اصلا لو انا خدت القرار مش هرجع فيه مش هشتغل تاني احنا لسه في شهر 8 اهو نذاكر الحصه بحصه كده ونرجع نشتغل في حماس شويه خليك هتستنى الاسبوع ما تجيش كل يوم والفرق بين الحصص لازم نذاكر فيه امال هنيجي كده نقعد نعمل كده ورا المدرس وانا بضحك على نفسي انا وبتضايق وبتخانق ما بعرفش اشتغل تبقى الحصه بالنسبه لي جبل يعني الناس كده تشتغل شويه في ناس قاعد كان قوي لا تشتغل عندك سؤال قوليه المستوى الضعيف ده اللي يتعب اكتر في الحصه وبعد الحصه مش اللي مش محتاج درس. يبقى لما اقول سمات ممكن اقول كواليتيز فيتشرز ها كاركترستكس. لو احنا اشترينا موبايل طبعا ده اكتر حاجه بنعملها هتلاقي مكتوب عليه موبايل فيتشرز يعني السمات الكاميرا كام بيكسل ومش عارف ده الاستورج التخزين قد ايه الحاجات الحلوه اللي بتحبوها دي اسمها فيتشرز اسمها ايه؟ فيتشرز ماشي؟ فين احسن ولا ورا؟ يعني سهل المجموعه بتاعتنا يعني ما شاء الله يعني طيب مش كده؟ تابلويد طبعا تابلويد هو ايه؟ بلوك تشين ذا كمباني مانجر انسيستد ده تخطط للسر انسيستد بتاخد اون اي ان جي او ذات وير وجمله بتنطبق على كل الافعال اللي بتاخد الكلام ده بول شود اول كاستمرز كومبلينتس اند جيف ا ريبورت انفستيجيت يعني انفستيجيت يحط ممكن قريبه من كلمه ايه تشيك بس ما جابهاش. طيب في الجمله كلمه كومبلينتس مين فاكرها؟ شكاوى شكاوى مش كده؟ بالتي. طيب اذا انا قلت انفستيجيت انفورشنتلي ذا فيلم واز برودكاست يعني اذيع برودكاست هنا فعل شاذ ممكن عادي only by a she she يعني كده وايل ستولن اكمل ايه معناها غشاش او مخادع فايلنس اوف سم تايب سينز يعني ايه فايلنس؟ العنف اللي بتسوى اوفنس بتسوى كلمه ايه؟ اوفنس تو ان ايفري ستايل ممكن نقول فور ناخد ايه بقى؟ اوكي يعني اوكي يعني بيقول لك العنف ممكن يحدث في اي ايه؟ مجتمع سواء كان مجتمع فقير او غني المجتمعات دي او دي العنف موجود في الدول الفقيره وايه؟ والغنيه ماشي؟ كلمه اوكير يعني يحدث او هابن وممكن اضيف لها ايه؟ تيك بليس تيك بليس يعني بتصير بقى تلفيل. طب لما اقول العنف كده يسود في المجتمعات انا عاوز اقول بالعربي كده يسود صح؟ عاوز اقول يسود او يهيمن او يسيطر صح؟ ممكن كنترول بس الفكره الاقوى شويه يا من بريفيل اسمه ده بريفيل ده مهم جدا بريفيل ساعات بتترجم بالعربي بس انا كده بكتبها مش يا عم يا عم يا عم يا عم يا سون ماشي نامل ان يعم السلام منطقه الشرق الاوسط نامل وي هوب ذات بيس ها ويل بريفيل يعني ايه بريفيل؟ يعني ما ناخدش حرف جر ده مين الايست اريا يعني منطقه ايه؟ شرطه يبقى لو بقول يا عم يسود يسيطر ناخد ايه بقى؟ بريفيل
طيب عاوز فعل زيه؟ كنترول. كنترول قريبة بس مش بالظبط يعني. فيرب اسمه دومينيت. يهيمن أو يسيطر. قلناها. طيب مين يقول لي بقى التركيبة دي اللي هتيجي في امتحان 25؟ ميل دومينيتد سايد. بالمناسبة السبورة ده أحسن ولا الكات القديمة؟ لا القديمة. مش تعرف القديمة أفضل؟ لا القديمة أفضل يعني؟ اه بس تسمع حاجة تانية. مجتمع ذكوري؟ أيوة مجتمع يسيطر عليه الذكور، يعني النساء مالهمش رأي. مكانهم إن ذا كيتشن فين؟ في المطبخ يعني. اسمه ميل دومينيتد سايد، مجتمع ذكوري. ده اللي هو المجتمع بقى يعني يقول في ميل في ميل بمريد الصيف، بعكس كلمة ميل بقى بميل. يبقى هنا خدنا ميل وخدنا دومينيت، طلع ايه بقى؟ دي بس اخرها ايه؟ وبعدين ناخد كلمة ايه بقى؟ الصيف. يبقى اللي نفهمه بريفيل بتساوي ايه بقى؟ دومينيت. يهيمن او يسيطر او يعمر. افورد يعني ايه؟ يتحمل او يقدر على طول كل سنه. افورد ده معنى ايه؟ في دراية اسم صريح؟ افورد ذا كار او طول فعل فين؟ ده لكن شكل اثنين. افورد تو باي كار صح؟ او افورد ايه؟ كار. او افورد مثلا ليفنج ان ذا سيتي، يعني مش قادر يتحمل المعيشه داخل ايه بقى؟ المدينه. افورد خلاص؟ ماي سيستر هاد تو جو اون ا بايت. دايت يعني اولاد نظام ايه؟ غذائي. يعني لو جينا ترجمها كده جنس الجمله دي اختي اضطرت الى اتباع نظام غذائي صح؟ وفقدت الكثير من ايه؟ من الوزن. من الوزن. ستريكت دايت يعني ايه؟ يعني صار مش كده؟ يعني نظام ايه بقى؟ غذائي سيفير دايت. ستريكت دايت ماشي؟ ستيرن دايت ماشي، بس يعني دي الاقوى شويه. ستريم شديد تمشي، بس دي الاقوى منها برضه. دي نظام غذائي نقول ايه بقى؟ قاسي. افضل حاجه. يعني ما اقولش كرول بقى، كرول يعني قاسي وعكسها كايند يعني ايه؟ طيب لا، اخد سيفير ستريكت. طبعا الجمله عندنا واخده ايه بقى؟ ستريكت. دول ممكن يسووها بقى، اللي هي عندنا كلمه ايه؟ سيفير او ستير. طيب رقم يس ذا كاستمر سيرفيس كلير، موظف خدمه العملاء ماشي. تولد مي ذات ماي كومبلينت شكوتي واز ريفير. مين فاكر ريفير؟ انتوا سامعين بقى، انتوا سامعين برضه عليا. هل دي ما تقلتش المعنى ده؟ ما هو اللي رد اثنين ثلاثه البيت ولا اكيد بيسمع الحاجات دي. ولو سالت كومبلينت يعني ايه؟ شخص يبدا يرد ولسه هنا الوقت ده كنت فين فين شويه يعني. لا لا احنا بقيت القصه ولا بتذاكر تاني بتعمل غير القصص. يبقى ريفير يعني يحيل الى، يعني حولها زي ما احنا كده، حول شكوته للمدير. ريفير تو ذا مانجر اول كيسز اوف ميردر، كل قضايا القتل كده. كل قضايا القتل هارد ترايل. كلمة تراي تنفع يحاول صح؟ وتنفع يجرب، بس هنا معناها يحكم فيها ماشي؟ بيسموها بالعربي كده اجراءات التقاضي. اجراءات ايه؟ تقاضي دي لغة المحاميين يعني. يعني كل اجراء كل قضايا القتل تحكم او يتقاضى فيها ان ا كورت. كورت يعني ايه؟ محكمه. تنفع محكمه او ملعب او فناء او كده. يبقى ناخد بقى كريمنال. مين فاكر كريمنال؟ الكورت. كريمنال هنا صفه يعني جنائي. كريمنال تنفع اسم يعني مجرم، والفعل منها كريمنالايز يجرم. طب جمله اقولها شفوي مش هكتبها على السبوره وانتم بترجموها. The state has to criminalize the human organs trade. يجب على الدولة تجريم قلناها كل سنة والثانية والثالثة والخاصة السنة دي ماشي؟ خلاص. My uncle had been working as an advisor. advisor يعني مستشار. to a minister.
يعني فورمر سابق. فورمر يعني بريفيوس، يعني سابق او كلمه اكس لو انت فاكرين. امال فورمر تقول رسم، انا عاوز اقول وزير ايه سابق. ماشي. ال 20 جمله اللي فاتوا كانوا ايه؟ وكاب. هناخد دلوقتي جرامر طبعا، الماضي بسيط والماضي ايه، بس مجرد تمسك الجرامر تاني المره الثانيه. على فكره جيب ثلاث ازمنه في الوحده دي. بول اي واز ريدنج ابوت وين يو مي لاست نايت فون. ماضي بسيط. ذا بروفيسور بانيش ذا ستودنت، يعني عاقب ايه؟ الولد هو واز سليبنج ذا ليكشن ديورينج. هنا ديورينج صح بقى؟ عشان عليه اسم صريح. ديورينج ذا ليكشن. خلاص؟ نعمل الحصه اللي فاتت لما حرف جر واسم تاخد ايه؟ واين. انا قلت من شويه ان انا اعمل ماين دماغ حروف ايه؟ ذهنيه. ده مشكله بالمذاكره. واي الماضي مستمر؟ ادي واحد اثنين. واي الماضي بسيط لو هي مين فيرب؟ واي الفعل مضبطه؟ واي حرف جر ده مش جاي من المذاكره لتثبيت المعلومه. الطالب يقرا بامانه عشان احنا بناخد حاجات قلت قبل كده تاني ثالث سنه ومش فاهم جديد جرامر اصلا. كل حاجات قديمه بس. طيب ذا تيتشر اس نفس اذا واز شوينج. بيقول لك المدرس كان بيعرض لنا هاو تو دو ذا اكسبيرمنت وين ذا فاير بيل رانج. لما جرس الانذار بقى طلع يعني كان في مشكله او حريق او كده، يبقى ناخد ايه بقى؟ واز شوينج. ديورينج ذا سكول ييرز اثناء دراسته ماي فاذر جريت انترست ان ليتريتشر. توب يعني كان بياخد ايه بقى؟ اهتمام كبير في الادب. اي كات كولد لونا اند ا دوك كولد هولي. يوز تو هاف. طيب لما يجيب لك يوز تو هاف وود هاف صح؟ وما قالكش الاثنين صح يبقى واحد منهم ايه؟ غلط صح؟ وود غلط هنا. هاب يعني يمتلك. وود ما بيجيش معايا. الباست هابتس يعني ايه يا فندم؟ يعني في الماضي. وود يوز تو صح. امتى وود تكون غلط؟ ما فيش حاله ستيتج يعني حاله ولا حاله تاخد وقت ايه؟ طويل زي ما جابها هنا عشان هي غلط. ممكن الاثنين يجوا ويقول الاثنين ايه؟ صح. اقول لك مثلا ايه وبي ناخد بالنا بس ما نستبعدش كله يعني. ماي دوج اتاك ذا بوست مان. بيقول لك الكلب بتاعي كده هاجم ساعة البريد وين هي ذا ليترز واز بوتي. هو بيحط كده الخطابات ان ذا بوكس في الصندوق. الكلب ده هاجمه اثناء ما كان بيعمل اكشن يعني واز بوتينج وده حصل الهجوم. خلاص. They were very rude to us. هما كانوا واضحين جدا معانا. We there again. Didn't go. عشان ده ماضي. What yeah they were very rude. The dentist my tooth out the other day. مين فاكر ذا اذر داي؟ اليوم الصابر. ده زمن ايه بقى؟ ماضي بسيط. قلنا وحذرنا ان الكلمه دي ترجمتها ايه؟ اليوم السابق من علامات الماضي البسيط. ناخد توك توك ماي توت اوت يعني ايه؟ خلع سنين. لو تيك اوت هناخد احنا بقى الوحده السادسه اسمها بريزل بيرس. افعال بتاخد حروف جار زي ما كانت بتقول في السنه اللي فاتت. خلاص زي لوك افتر الحاجات دي. تيك اوف المعنى الاول يخلع ملابس او يخلع حذاء او تطلع للطائره او يخلع سنان زي كده. طب لو مش عاوز تيك اوف عاوز يخلع وزين يموت صح ولا غلط؟ ومش عاوز حاجه خالص يموت. يبقى ناخد ايه بقى؟ توك ماي توت ايه اوت. بس هاني تو هيز روم او تو هيز كازن وايل هيز وايف واز ريدينج ا نيوز بيبر واز توكينج. واز توكينج ده الماضي المستمر الاثنين. اي فيل اسليب اور درو بيكتشر ديورينج هيستري ليسنز. وود فول ولا ويستو فول ولا ماست فول؟ اي وبي. بقول لكم الاثنين صح بقى. لان كلمه فول سليب يعني ايه؟ يسقط هنا. كنت متعود انام او ارسم صور اثناء حصص التاريخ. بقول لك في الماضي المدرس اشتغل وهو بيقوم بوظيفته. ده ينام ده ايه؟ يرسم صور. هو كان بيتكلم بقى على اللي كان بيعمله اثناء ما كان طالب يعني. يبقى وود صح وايه؟ ويوستو. ماشي؟ افري ويك اند كل نهاية أسبوع أي لونج بايك ديورينج ذا سمر فاكيشن. وود تيك. وود تيك. طب وود تيك مش موجودة؟ يوز تو تيك. يوز تو تيك. بتنصح. وين أي واز 8 لما كنت عندي 8 سنين أي بروجرام أباوت أ فيموس إيجيبشن دكتور أون تي في. سو صح. وود سي. يوز تو سي. خلاص؟
while I was playing football ولا كرة قدم I feel an. النص الثاني I feel مضارع ولا ماضي؟ ماضي ماضي يبقى المعقول بايه؟ بان ماضي برضه وماضي بس ولا مستمر؟ مستمر عندكم فيل؟ اه يبقى ناخد بروك ماي ليج. Have you spoken to Mr. Said؟ ده مضارع تام. Yes I him the other day. ممكن اسال بسؤال واجب باجابه زمن مختلف. انت كلمت مستر سيد ده مضارع تام صح؟ قال ده اذر داي. قال ايوه كلمته بس ذكر الوقت. اخد مضارع تام برضه ولا مضارع بسيط؟ مضارع بسيط. يبقى ناخد ايه بقى؟ كون. خلاص؟ The boys when Bilal fell down. Where play؟ مضارع مستمر. His father was a doctor. Can. And to take his son a doctor too. Wanted. مضارع بسيط. Wanted. طبعا انتوا عارفين ان want يعني ايه؟ يريد ما ينفعش تطلع ان جي خالص الا لما اقول مثلا الاراده wanting friends مثلا ماشي. I wasn't hungry so I nothing. مهمه جدا دي. nothing بدل ايه يا اولاد؟ بنو صح؟ انا قلت من شويه لو الجمله فيها نو يبقى هي نفي بس فعلها ايه؟ مستحيل. نو اشكالها nothing نو بودي نو واي او نو وير. لو الجمله فيها اني يبقى فعلها ان. طب الجمله فيها ايه بقى؟ nothing. ناخد ايه؟ نمبر بي. Because I a shower. بناخد ايه بقى؟ ايه؟ rang was a habit. ماشي؟ ناخد بسرعه كده الكلمات دي هناخد النهارده نحاول نشتغل الفوكاب يعني. طيب النهارده الكلمات اللي هنقراها دي هنحاول نسمعها بقى لما تكبر في السجاير. يبقى عندنا الوحدة الأولى إيه؟ كملت مع الكلمات الصعبة اللي عاوز يسمع الأعمدة أو الجداول براحة. يبقى أنا عامل تشيك الحصة الجاية إن شاء الله. والمقال خدنا قررنا كم مقال؟ واحد. ماشي لو في وقت ممكن ناخد مقال أكتر بس لو في وقت يعني. طيب نشوف أول حاجة أقول بالانسد يعني إيه؟ متوازن. بالصفة. طب التوازن أو يوازن؟ بالانس. يبقى لما أكتب بالانس على السطورة كده أعرف إنها ناون وين؟ وبال. تنفع التوازن؟ مش كده؟ أو يوازن. يوازن بين مثلا ورك اند فاميلي لايف.
يعني العمل والحياه الاسريه. في هنا كلمه اسمها امبالانس، اللي هو الخلل او عدم التوازن. خلاص. طب لما اقول لوز بالانس، طيب كنترول بالانس، يتحكم فين؟ بايس. بالانس بايس يعني تحيز، اللي بتسموه بريجيدس، مش كده؟ ان اكيوريت غير دقيق. طب عكسها يعني شيل ايه بقى؟ مش كده؟ مس ليد يعني مضلل، لانها كتير قوي، ولو تشيل مس يعني يرشد او يقود، بتسموه بايس. ماشي؟ اوميشن حاسس، بتتكلم من ايه بقى؟ اوميت اوميت بوينت اوف فيو، بتنظر بتساوي اوبينيون، وسبين بتنفع ايه بقى؟ توفيق او يبقى او ايه بقى؟ بس احنا واخدين سبين يدور حول ايه؟ نفس او يحرك او يدير، زي ما الهواء كده حرك السفينه امامه العرض. ماشي؟ بتنفع زي يس، بتنفع برضه زي كلمه نبطشيه مثلا سبين. طيب بول اكسس يعني مدخل او ايه؟ او سبيل. طبعا في مناسبه اكسسبل افير شكل افير. طب لما اقول الشؤون الجاريه current affairs، current affairs دي معناها شؤون جاريه، اسمها current ايه؟ affairs. current يعني حالي، ماشي؟ مع كلمه ايه؟ affairs. anxious قلق، anxiety اللي هو القلق نفسه. available certain check يبحث او ايه؟ يراجع. citizen طبعا واخدينها. constant يعني ايه؟ دائم، زي كلمه continuous مثلا، دائم او مستمر. يس. كورس برنامج ايه بقى؟ تعليم. طيب لما تكتب هنا كورس، ايه الافعال اللي ممكن تيجي مع كلمه كورس؟ اقول do a course، مش كده؟ او take او have. دي بالنسبه للمتعلم، مش كده؟ امال لو المكان نفسه اللي هيعمل بقى؟ اخد ايه بقى؟ هكتبها بس بلون تاني. لما اقول بقى، لما اتكلم على المكان اللي بيوفر، هاخد معاه رن او اوفر. يبقى ده هو الطالب وده المكان، واضحه؟ الطالب نفسه بياخد دوره تعليميه وتاخد حرف جر اون. اخد دو او ايه؟ او تي او هاف. طب المكان نفسه بقى اللي بيوفر زي الجامعه مثلا، يبقى اخد معاهم ايه ده؟ اخد معاهم اوفر وايه؟ ورن. رن هنا بمعنى يدير او يوفر. هنا كورس كارنت، قلنا دلوقتي كارنت اثبات يعني شؤون جاريه. سايكل دوره، تنفع دوره او يركب ايه؟ الرجل. طب سايكلينج ركوب الدراجه. طب سايكلست اي اس دي ركوب الدراجه. خلاص. ديتا بيانات، على فكره ده جمع، مفردها ديتا احد البيانات زي بكتيريا. اديتور اللي هو محرر او رئيس تحرير. افورت مجهود. ايماجين بمعنى ايه؟ تخيل. فانت بتقول راي نجيب. امباكت واخدنا كل سنه، وامباكت انفلونس افكت يعني ايه؟ تاثير او صدمه. تاخد اون. امبريشن ايه؟ انطباع. الفعل منها امبريس يبهر. امبريس يعني ايه؟ مين فاكر الصفات معاها والاقول؟ امبريس. انا عاوز بس ايه هي بتساوي ايه من الاول كده؟ امبريس جاي منها الاسم امبريشن، انطباع، وجاي منها صفتين بغلط فيهم بقى. امبريس امبريسيف، يبقى المكتب في الاول كده امبريس كفعل يعني ايه؟ يبهر او يترك انطباع. طب امبريشن انبهار، انبهار او انطباع. دول بقى صفات، دي منتهيه بايه؟ دي منتهيه اي بي اي. ده هي بتترجم بقى امبريس منبهر، وقع عليه انبهار، اسم مفعول. هما دي بقى مبهر. خلاص؟ الاهرامات مبهره، يبقى ذا بيراميدز ار امبريس. طب السياح هينبهروا عند زياره الاهرامات؟ امبريس. هنا بقى ما فيش اي ان جي، اللي كاتبها عشان كده. امبريشن ليف اوت يعني ايه؟ يغفل او ايه؟ او يضرب. طبعا حرف جر ايه؟ اوت. ليكشر محاضرة. بناخد تعبير اسمه جيبه ليكشر، يعني يوب ايه؟ محاضرة. مانجنج ادارة، اداري او ايه؟ او مسيطر. طبعا انتوا عارفين كلمة مانج تنفع ينجح، تنفع يدير، جاي منها مانجمنت الايه؟ ادارة. ولما اقول ادارة الوقت تايم مانجمنت، تايم مانجمنت.
خلاص منشن يذكر بتساوي ستيت مسليدنج مضلل واخدينها كتير قوي لما يكون السؤال ايه لافت شويه مسليدنج نيجاتيف وعكسها ايه بوزيتيف تاب اوبجكتيف موضوعي وتنفع هدف لها كان معنى اثنين بتبقى بقى حيادي عشان تعرف يعني ايه موضوعي يعني صفه ايجابيه ولا سلبيه دي حيادي يعني ما يروحش جانب ضد الثاني احكم بالحق يعني الطب العربي يحكم بالحق يبقى ده حيادي امال يحكم بالذات سبجكتيف لو لا في اوبجكتيف في ايه صحيح.
خلاص
I'm going to go to the next one.
بطل ولما تكون ازاي؟ اوبجيكتيف؟ طيب انا بالعمل الثاني قلنا اوبجيكتيف وسبجيكتيف، تعرف الفرق بينهم؟ اه اوبجيكتيف حلو، سيبكم من الموضوع وذاتي عشان تبقى واضح. حيادي. اوبجيكتيف حيادي، يعني بيقول الحق. فاهم الحته دي؟ سبجيكتيف داخل بقى النازعه الايه؟ الذاتيه. اللي هي الحب والكره مثلا. ده عكسها التصريح. اوميت جاي منها اوميشن، ده يعني ايه؟ يحذف، يعني ممكن اوميت اشيلها احط مكانها ديليت. لغه الموبايلات كده ديليت. اونلاين طبعا اونلاين تنفع صفه وايه؟ وظرف. صفه وظرف، يعني ممكن تصف اسم او تصف فعل. اونلاين شوبينج صوت عبر او اي شوب اونلاين بقت ظرف هنا. انا اتفوق عبر الانترنت. وصلت؟ ممكن السؤال كله بقى الحته دي. اونلاين هنا ادجكتيف او ادفيرب. خلاص بيرسن في المئة برسويد يعني يقنع، بتاخد طبعا بتاخد وراها مفعول وتو. مين فاكر فعل اللي بيساوي كلمه برسويد؟ كونفينس. برسويد بيساوي عندنا ايه؟ كونفينس. طيب الاسم برسويد برسويجن، هنا كونفينسنج اللي هو الايه؟ الاقناع. وجاي منها الصفات بقى لو انتوا فاكرين كده. بيرسويدي بيرسويسيف. كونفينسيف كونفينسينج. دي الصفات بتساوي بعضها. يبقى لما اقول بيرسويدد مقتنع مقتنع بتساوي كونفينسيف، دي معناها مقتنع. أما لما أقول مقنع بيسبب الإيه؟ الإقناع. آخد برسويسيف وباخد هنا أي نجاعة دي. خلاص؟ لما أقول مثلا فكرة مقنعة برسويسيف أو كونفينسينج أيديا أو سوليوشن، طبعا ده الفرق بينها يعني. بليسمنت هو الوضع أو إيه؟ أو ترتيب أو تحديد إيه؟ مستوى. في حاجة اسمها بليسمنت تيست. اختبار تحديد مستوى. بليسمنت ها تيست يعني بنشوفك انت البليس بتاعك فين، في مكانك ايه او بي او سي، اسمه بليسمنت تيست. بوزيشن يعني ايه؟ وضع او موضع او يضع في ايه؟ في مكان. ما ننساش كده بوزيشن المعنى الاول ده مكان اجتماعي. يعني لما اكتب كده بوزيشن المعنى الاول مكان اجتماعي. مكان اجتماعي يعني بتساوي عندنا في اللغة سوشيال رانك. سوشيال رانك مكانة اجتماعية أو بوزيشن. خلاص؟ طيب المعنى الثاني لكلمة بوزيشن نقول مثلا مكان في لعب، أو بنسميها إيه بقى؟ مكان في فريق. يعني مكانك إيه في الفريق أو دورك إيه؟ يقول مثلا جول كيبر يعني حارس مرمى. خلاص؟ تنفع كمان وضعية الجسم، وضعية الشخص أو الجسم زي مثلا الوقوف أو إيه؟ أو الجلوس اللي هو ستاندنج أب أو سيتنج. دي معنى كلمة إيه بقى؟ بوزيشن. ولو جت فعل بمعنى يضع بتساوي بليس، بتساوي كلمة إيه؟ بليس. لو جت فعل. لو جت بالمناسبة مكانة اجتماعية بتساوي الكلمة دي اللي انتوا عارفينها في اللغة العادية. برستيج. يعني بقى مكانة اجتماعية. برستيج. بوزيشن. بوزيتيف إجابة عكسها إيه؟ نيجاتيف. بوست طبعا ده ينشر على الإنترنت. رياكشن رد فعل الفرق بينها رياكت. ريسنت. يعني ريسنت؟ حديث أو مؤخر. مين الفرق بين ريسنت ومودرن؟ حديث ومودرن هي حاجة ريسنت معناها نوت لونج أجو. نوت لونج إيه؟ يعني لما تكتب ريسنت هنا حديث أقول معناها not long ago، ليست من فترة يبقى طويلة. recent كده ممكن أوصف بها إيه؟ recent photo صورة حديثة. recent study دراسة حديثة. دراسة إيه؟ حديثة. أمال عندي كلمة modern حديث
بمعنى تم تطويره. حديث يعني تم تطويره. لما اقول مثلا مودرن تكنولوجي يعني تكنولوجيا حديثه، يعني كانت الاول بدائيه بس تم ايه بقى تطويرها. الاثنين بالعربي بمعنى ايه؟ حديث. بس في بيج ديفرنس، خلاف كبير. ريسنت نوت مودرن. ريسنت ريكورد رقم قياسي او ذو رقم ايه قياسي. طب لما اقول بقى حتى من الرقم القياسي، طبعا الرقم القياسي العالمي لو انتوا فاكرين وورلد ريكورد، صح كده ولا لا؟ وورلد هقول لكم ايه. يبقى لما اكتب هنا وورلد ريكورد دي معناها الرقم القياسي اللي هي العالمي. احنا دلوقتي كتب بيد وفي ناس بتحط ارقام. لما اقول بقى يحطم الرقم القياسي اقول بريك او بي، يعني يحطم هنا يحطم رقم ايه قياسي. ماشي. طب يفوت الرقم القياسي كده بجزء من الثانيه او حاجه مس، اسمها ايه؟ مس، يعني يفوتها. يفوت الرقم كده بجزء او كسر من الثانيه. بريك بيت مس. ريكورد ريجولار ريسبونسبيلتي يعني ايه؟ مسؤوليه. لما اقول هاف ريسبونسبيلتي او تيك ريسبونسبيلتي اقول ايه المسؤوليه؟ شير يعني مشارك كل سنه، ويشارك بدون ايه بقى؟ تقسيم. مالتي باي مقسم سلايد اول الشريحه وتنفع ينزلق لها معنى ثاني. سلايد ده اسم ده. سنو ستورم سوشيال اجتماعي صفه ولا اسم دي؟ صفه. طيب لما اكتب هنا سوشيال سوشيال خلاص؟ الاثنين دول ادجكتيفز يعني صفات، بس في بيج ديفرنس، اختلاف كبير. سوشيال اجتماعي للانشطه. دي معناها اجتماعي للأنشطة. أمال سوشيبل معناها شخص، وعلى فكرة ممكن تكون حيوان أو نقول مثلا إيه كمان طيور. معناها اجتماعي، شخص اجتماعي. معناها easy to make friends، سهل لكون إيه؟ صداقات. واحنا بنشرح الاثنين دول، يعني نقول مثلا سوشيال اخد هنا مثلا معاها اقول سوشيال ورك، يبقى العمل ايه بقى؟ اجتماعي. خلاص. سوشيال بروبلمز مشاكل اجتماعيه، حاجه مرتبطه بالمجتمع. خلاص. هنا اقول سوشيال بيرسون او انيمال او انيمال يعني حيوان. حيوان ايه بقى؟ اجتماعي. خلاص. لما كنا بنتكلم على سوشيال كنا بنقول معاها كلمتين برضه مهمين جدا، اكستروفيرت وانتروفيرت. فاكرينهم؟ اكستروفيرت اجتماعي او منبسط. منبسط مش مبسوط، منبسط يعني ممكن ايه يكون ايه بقى؟ صداقات. منبسط. خلاص؟ يبقى ممكن اكستروفيرت هنا بتساوي كلمه ايه بقى؟ سوشيبل. طب انتروفيرت انطوائي. انطوائي يعني ايزي ولا ديفيكالت تو ميك فريندز؟ difficult او difficult to mix with people. فاكرين كلمه mix؟ mix يعني ايه؟ يختلط. mix يختلط بتساوي في اللغه merge، وبتساوي كمان integrate. تترجم بقى يختلط، يختلط الثلاثه دول بمعنى واحد، او يندمج. mix merge integrate. سوشيال سبريد يعني جروف، مفهومه طبعا. سبريد ينشر او ايه؟ او ينتشر. دي بتيجي نيوز يعني ايه؟ اخبار، يومرز، شائعات، ديزيزز، امراض، ايبيديميك، وباء، بانديميك، جائحه. ماشي. امال ببلش وكم اوت وابريل؟ المطبعه. فاكرين يا اخوانا؟ انا بقول له الكلام كله ثانوي، بقول له الثالثه كمان، بقى لها ثلاث سنين كده في. طيب ستاف طاقم العمل. ستاف طاقم عمل مثلا في المدرسه تيتشنج ستاف. ماشي. نيرسينج ستاف تمريض، صح. امال كرو طاقم سفينه او طائره او مركب. وكاست طاقم ايه بقى؟ تمثيل. تمثيل كاست. ستريس بيقول مضغوط مجهد، صح. اخرها امال انا بقول مجهد ستريسفول اف يو ال، مفيش اي ان جي. المشكله في اي ان جي مش في اي دي.
سبورت سيرفي يعني دراسه او تقييم. بتاخد ميك سيرفي ماشي، ممكن ميك دول على كده. ده بابليك اللي هو العام او الجمهور، تراديشنال تراب محبوس او محتجز او محاصر، تراست طبعا يصل فيه تراست اب تو ديت صفه دي على فكره يعني بقى حديث او ليتست او موست مودرن ابديت يحدث، شايفين الاثنين يبقى اب تو ديت حديث، امال ابديت يحدث. الانتي فايروس بتاعك كده المضاد للفيروسات محتاج انه يتحدث، يبقى يو هاف تو ابديت يور ايه؟ ابجريد ابديت ابجريد يعني فايروس يعني بينما او في حين بتسوي وايروس جايب لنا اتراكشن يس كونتراستنج اي كونتراستنج يعني متناقض دايت بوك بيقول لك دليل او بورشيت هاير يعني تهجير واخدين قبل كده هاير يؤجل او يوظف وعكسها فاير يعني يفصل تمام انتند ينوي او يقصد لين يعني بقى حاره حاره الطريق ممكن الطريق يكون مثلا تو لينز يعني حارتين 3 4 ماشي لين حاره الطريق مش كده؟ لو كتبنا كده لين حاره الطريق حاره الطريق في عندي بقى ديستريكت يعني حارة أو ضاحية داخل مدينة داخل إيه؟ مدينة. وفي عندي كلمة outskirts أو outskirt outskirt دي ضاحية خارج المدينة أو suburb زي كلمة suburb اسمها outskirt. طيب في عندنا بقى كلمة اسمها aisle ايل ده ممر بين كراسي مثلا يعني الممر ده بين الكراسي او في طائره او في قطار او اتوبيس حد فاهم حاجه؟ انت دلوقتي راح تركب طائره كراسي كلها جنب بعضها كده في ممر الممر في الطياره او الاتوبيس او ايه القطار اسمه ايل ايل دي الاس ايه؟ سايلنت طريق صغير كده ما بين الكراسي. لذلك احنا لما نيجي نحجز تذكره قطار او المفروض طياره يقول لك ايل تيكت ولا ويندو تيكت. يعني جنب الشباك ولا جنب وصلت؟ ماشي مش محتاج شرح يعني. تذكرتك هتبقى فين؟ طبعا الشباك لو الطياره دي ما تفتحش خالص. لو عليه يا اما جزء زجاجي او ممكن لو بيتخبي يبص للسما يقوم حاطط على طول برسم عليه كده عشان ما يبصش خالص. خلاص ليه لونج تيرم طول الامد عكسها شورت تيرم ماتر يعني امر او مهم اورجنايزر يعني ايه؟ ناصر اورجنايزر ناصر اورجنايزيشن منظمه لما اقول بقى ويل اورجنايز بيرسون شخص منظم جدا ويل وبعدين هايب من كده organized خليها مثلا employee موظف منظم جدا انا قلت بالاول ويل ولا قلت جود؟ ويل لو عكسها تبقى بدلي بدلي ولا بدلي؟ بدلي واكمل بقى بالعكس بتاعتي طيب اونر يعني مالك ريكومند يعني ايه؟ ريكومند بقى اكتب جنبها كده الجزء الاول منها بعد اكتبها على سبوره ريكومند خليها على سبوره واللي عاوز نقلها ماشي مش مشكله الشكل الاول لو جه وراها فعل فعل على طول اضيف له اي ان جي طيب لو جه وراها اوبجكت يعني ايه مفعول ياخد تو زائد انفينيتيف يعني المصدر ده كام شكل الوقت؟ لسه في شكل مين يقول؟ لو جه وراها فاعل ماشي؟ لازم يجي وراها ايه؟ مصدر لان في كلمه هنا اهو محذوفه تقديرها شوت دي من اولى ثانوي الثانيه يبقى الوقت ريكومند ليها كام شكل دلوقتي قدامنا؟ ثلاثة لو جه وراها فعل أضيف له
اي ان جي ده الشكل الاول. لو جوره مفعول اخد تو ايه والمصدر ماشي. لو جوره ايه فاعل اخد مصدر لان في كلمه محذوفه تقديرها شود. نكتبها جمله كده اي ريكومند ذات ذات ده اوبشن ممكن ما تجيش علي نقط فور ذا ليكشر اون تايم صح؟ انا مش هقول اختيارات انت اللي هتقول الكلمه. يعني ايه ريكومند؟ اوصي اوصي ان علي يكون في المحاضره اون تايم في الوقت ايه؟ المحدد او الوقت المناسب. لازم يروح علي قدم تمشي ايوه قدم ماشي قدم بتاخد حرف جر ايه بقى؟ بس صعب انا قدم ديليكشن يعني فور دي مشكله يبقى بي بي صح برضه بي يبقى بي هنا المحذوف ايه بقى؟ شود. لازم الطالب هو بيقولها على فكره السنه اللي فاتت دي ايوه مع الامتحان اللي فات ده جت كلمه شود فاين تقريبا او سجست هي بينطبق على ريكومند وسجست وادفايس. طيب ريجولار يعني ايه؟ بانتظار. نشوف الاسئله بقى. بول اول سكولز شود ميك شور. مين فاكر ميك شور؟ يجب على المدارس جميعها ان تتاكد ان اول ستودنتس وير ايفالويتد. تقول ايفالويت يعني يقيم. خليكم اسرع كده وسيب القلم على الكلمه. ايفالويت يعني ايه؟ يقيم without any kind of bias يعني ايه؟ يعني جميع المدارس يجب تاكد ان الطلبه يتم تقييمهم بدون اي نوع من ايه؟ تحيز. يعني ايه بايس؟ طيب انا قلت لكم فيرب ايفالويت يقيم صح؟ دي بيساوي فيرب اسس يقيم جاي منها بقى الاسم ايفالويشن تقييم اسسمنت تقييم خلاص ايفالويت يقيم بيساوي اسس بتساوي جاي منها الاسم بقى ايفالويشن عشان ناون طبعا. The food company بيقول لك شركة الأغذية was accused of يعني بقى متهمة ب customers about the nutritional لابد بقى misleading. مين فاكر misleading؟ تضليل. يعني معنى الجملة كده شركة الأغذية متهمة بتضليل العملاء بشأن natural value تشوفوا كده القيمة الغذائية. كلمات في غاية الأهمية كلها لسه في الوحدة الأولى. nutritional value يعني القيمة إيه؟ كلمة nutrition تغذية، لو واخدين قبل كده مقال عن جود نيوتريشن، تغذية سليمة، واخدين في ثانية ثانوي. يبقى نيوتريشن تغذية، حتى البسكوت بتاع المدارس اسمه سكول نيوتريشن. تغذية المدرسية. نيوتريشن. عندكم بقى نيوتريشن فاليو يعني القيمة الإيه؟ الغذائية أوف دير برودكتس يعني هي منتجاتها. وي دينت أتشيف جود بروفيتس، لم نحقق أي إيه؟ أرباح أو أرباح جيدة أز أور استيميت. استيميت تحتقق تقدير. سميت يعني يقدر لان تقديرنا في الكوست اوف ذا بروجكت يعني ايه؟ تكلفه المشروع واز. احنا ما احنا حققنا ولا لم نحقق؟ لم نحقق زي جيده لان تقديرنا ما كانش تقدير صح كده؟ ان اكيو صح؟ ذا دوكيومنتري يعني الفيلم الوثائقي اون ذا ايميجريشن بروبلم. ايميجريشن هجره يعني الفيلم الوثائقي اللي بشأن الهجرة showed us an accurate and view of the issue. بالانسد. بالانسد فيو تبقى جنبها كده وجهة نظر متوازنة. وجهة نظر متوازنة. بالانسد فيو. With new technology your favorite radio station. يعني المحطة في الإذاعة can be at the touch of a button. اكسس يعني انت مجرد لمسه زرار بتفتح الاذاعه. كان دي اكسس يعني يدخل او يصل الى ماشي. شهاد ميد شهاد ميد ديترمند تو لوز ويت. ايفورت يعني ايفورت مجهود. ديترمند يعني يصمم او عازم يعني مجهود
يعني قول ايه عازم ان تخفض ايه الوزن. I think that one of the aims احد اهداف education is to produce انه ينتج a good citizen يعني ايه good citizens who are loyal to their country. مين فاكر loyal؟ امناء يعني مخلص مخلص مش كده؟ طيب مخلص او موالي ليه؟ طبعا لو كتبت على السبوره كلمه loyal بمعنى مخلص بتساوي كلمه sincere او faithful او honest دي معناها مخلص او امين او صادق يعني. برضه ممكن ازود لها trustful موصوف فيه trustful او trustful يبقى loyal sincere faithful honest او trustful. طيب several hundred students بيقول لك مئات من الطلبه are expected to attend that of the French professor who is lecture يعني lecture محاضره. نشوف كده التعبيرات المصطلحات دي بيقول لك get anxious يصبح ايه؟ قلق. get هنا او become ماشي او be يعني واحد قلقان I am anxious ماشي او get ايه؟ anxious او become anxious. have a social responsibility لديه مسؤوليه بقى اجتماعيه. هل هنا بقى social ولا social؟ social وصل الانشطه مسؤوليه بس. have interest access لديه وسيله ايه؟ الانترنت. have internet have internet access agree with يعني ايه؟ يرتبط مع تيجي مع راي او ايه؟ او مع شخص. in addition مين فاكرها؟ بتساوي in addition to بس in addition to وراها اسم خلاص. in general بتساوي generally in وصفها بتساوي ايه؟ ظرف خلاص. in my view careful about in turn يعني ايه؟ بدور وهذا بدور يؤدي الى يبقى this in turn leads to هتفهم حاجه؟ يعني لما نعمل وعي عام كده هذا بدور يؤدي الى مثلا تفضل this in turn yes كلمه in turn هنا مترجمه ايه بقى؟ بدور لا معنى ثاني كل واحد في دور يعني هياخد ايه بقى؟ بالدور يعني هتصاحب الدور مثلا make sure take a photo يلتقط ايه بقى؟ صوره وكلمه impact يعني ايه؟ تاثير. هنا اللي جاي ده بقى ايه؟ الكلمه وايه؟ والدريفيتيفز اللي هي المشتقات ممكن نعدها يعني عادي كلمة وعكسها تقابلنا الوقت. لازم قبل ما نحضر الجزء اللي احنا هنشتغله ده لازم نفترض كل يوم نقرا الجداول دي مهمة جدا. نثبت بقى المعلومة الأول. نشوف الأسئلة كده. المفروض النهاردة كنا خدنا الأسئلة. طيب. It took a lot of to convince the manager of the advance of the plan. خد a lot of إيه بقى؟ persuasion. يعني persuasion؟ اقناع. لو قلت على السبورة دلوقتي الكلمات دي على فكرة. persuasion يقنع، persuasion اقناع. طب مقتنع بالسويدي طب مقنع بالسويدي يبقى ناخد بالسويدي ده اللي يمشي معاه يجيب لك مشتقات الكلمه يعني words الحروف ريبريزنت ريبريزنت يعني تمثل بيقول لك الحروف تمثل crucial time اكتبوها كده وقت حاسم الحصه الجايه ماليش حد جاي من غير كتاب الكتاب بتاعنا وكل واحد تركز في كتابها والقلم بتاعه يشتغل، الحصة الجاية يبقى فيه كلام تاني بقى على عدم ايه؟ على الكسل ده. كروشال تايم يعني وقت ايه بقى؟ حاسم أو ضروري. يقول أي أم فور ذا ايكونومي إن أوف إندستري سيكتور. ناخد ايه بقى؟ إن جنرال يعني ايه؟ يس. إن جنرال بوجه عام، الجملة دي فيها عكسها، نفس الجملة. إن بارتيكولار. إن بارتيكولار. نفس الجملة. يبقى ان جنرال وجه عام ان بارتيكولار وجه خاص بتساوي جنرالي بارتيكولارلي حد انتبهني؟ ان وصفه نشيل الان وتساوي الظاهر هي هي اي كانت ريلي بي اوبجيكتيف يعني ايه اوبجيكتيف؟ حيادي لا استطيع ان اكون حيادي وين اي ام جادجينج لما اكون بحكم على ماي دوترز ورك يعني لو واحد بيحكم على شغل بنته هيبقى حيادي؟ لا لا لان هو دخل فيها الايه؟ اللي هي الفاذر هود الابوه مش هيبقى متجرد من المشاعر صح كده؟ هنبقى ايه بقى هنا؟ كيف عادل يعني ايه عادل؟ ما هو اوبجيكتيف يعني ايه؟ عادل يعني بيقول بالحق زي ما قلنا من شويه حيادي يبقى ناخد فير يو كان اوميت ذا سولت مين فاكر اوميت؟ يحذف كل اللي احنا قرناه نقول عشان نثبت المعلومه ونذاكرها ونسمعها ممكن نحذف ايه؟ الملح فروم ذا ريسيبي يعني ايه ريسيبي؟ الوصف الوصف ذا ناون اوف ذا اوميت اوميشن ده الاسم حسب
ذا برايد بيقول لك العروسه وور كانت بترتدي تراديشنال جابانيز كيمونو وان هي ويدنج بارتي. مراد كلمه تراديشنال اولد فاشن، ممكن تراديشنال اولد فاشن كونفشنال يعني تقليدي ماشي. وي ماست هاري لازم نسرع. ماي ماذر اولويز. عندكم كلمه انكشس يعني قلق بتصوري ناخد بقى جيت ممكن جيت بكام ودي ماشي. ذا ستريس الضغط اوف سلمز نيو جوب هاز ا نيجاتيف امباكت اون امباكت اون انفلونس اون افكت اون تاثير سلبي على ماشي. مستر ابو المكارم صح؟ حلو جيت ان كونستانت كونتاكت يعني متصل بشكل مستمر وذ هيز فاميلي وايل هو في استراليا. الكيس كلمة كونتاكت كونستانت عشان ايه؟ تنبر يعني ايه؟ مؤقت. طيب نكمل كده. بقول السوشيال ميديا هاز ا نيجاتيف امباكت اون نيوز اند سايت ايه؟ مش هتقدر تقول انا طب انت طب انا سبتوا تقولوا في البيت بس فرانكلي 3 4 5 اللي مش محتاجين درس والباقي صدقوني زي ما هو. بصوا يا اخوانا الحصه الجايه كتاب قدامنا ماشي، والناس الكسوله شويه اللي قاعده براحتها قوي شد نفسك شويه عشان جاي المدرسه اجري عشان ما اتاخرش عليك، كنت اتاخرت 10 دقائق. يعني الناس اللي جايه كده تقضي وقت كده قاعه افراح مش تنفع. الحصه الجايه شوف ايه بقى؟ التسميه، لو شفت اي غلطه في التسميه هتتضرب. تسميع الوحده كلها، الجداول عاوز نسميها عادي، والمقام في الصفحه الشمال والمقام في الصفحه اليمين. الحضور الساعه كام؟ 12 ل 10، لو الدرس ده اخرت نص ساعه مش هتنفع معانا. مش هدخلك انا في الجواب الساعه 12 الحصه الجايه بس عشان نبقى واضح الامور يعني 12 بالظبط هبدا واقف الجواب. هتقرا التكست ده لغايه ال لغايه ايه؟ الاسئله بتاعته وناخد الحصه الجايه نهايه الوحده المضارع الكام ان شاء الله يعني. استنى نشوف بقى الفيديو شويه ولا لا؟ نعم.